ببساطة والناس الطيبة، لمة العيلة والجيران من بعض قريبة، كل ده في حياتنا زمان. البيت بالحب كان مليان أخلاق ومعاملة والإيمان في القلوب عمران، وبنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت زمان. النهاردة هنبدأ حلقتنا في مطبخي ودودو في المطبخ، وهيكون معانا فولة واتقسمت نصين، هبة وعلياء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نورتوني. ميرسي. طبعا زي ما انتم شايفين هما واحد، هما أختين توأم، والنهاردة هيقدموا لنا أكلة هما الاثنين مع بعض، وزي ما هما شكل بعض فهم اكيد مكملين بعض في كل حاجه، فهم الاثنين هيعملوا لنا الاكله دي مع بعض. ايه هي الاكله بقى؟ هنعمل رز بالخلطه، احنا اللي بنعمل الخلطه في البيت عشان تطلع يعني مش بنسقيها بشوربه عاديه. وهنعمل ستيك بالصوص الفلفل بيبر صوص وكريمه لبن. طب ادونا المقادير بقى عشان نبدا. اوكي، هنعمل زي الرز بيتعير، زي ما بنحط كوبايه رز بنحط جنبيها كوبايه صوص، وهنبدا بقى بالصوص، يعني هنوري الناس ازاي الصوص بيتعمل. طب انتوا قولوا لي المقادير بتاعه كل الاكل عشان نبدا على طول. زبيب، لوز، طبعا رز، كريمه لبانيه عشان خاطر الصوص بتاع اللحمه، خضار، بصل متقطع وجزر، شويه دقيق كده تعفير دقيق بسيطه، وبهارات بقى فلفل اسود حصى ده اساسي، ملح وفلفل وزبده وزيت. هي يلا هنبدا بايه؟ نبدا بالرز عشان ايه الحق برضه استوي، وهنعمل مع الستيك الاثنين مع بعض. انتوا الاثنين مع بعض. ابداوا. هتبداي بايه انت بقى، علياء ولا انت هبه؟ انا هبه. انت هبه؟ وانت علياء؟ ماشي. انتوا كنتوا مع بعض في المدرسه؟ كنا مع بعض في كل حاجه، وفي الجامعه وفي كل حاجه. وفي الجامعه. طب في المدرسه بقى كانوا بيعرفوكم من بعض وانتوا صغيرين؟ احنا يعني اللي يعرفنا ممكن الكلوز معانا قوي، ماما، اخواتنا، لكن اي حد بره لازم يبقى في الاول بيبقى فيه استغراب. يعني يعني اصحابكم في المدرسه اكيد بعد سنين يعني خلاص بقيت. طبعا خلاص. لكن المدرسين لكن في الاول لا لا، صعب جدا. والمدرسين والمدرسين لا صعب ان حد يعرف، بيتلخبطوا، الا لو حد بقى خلاص تعود علينا، يعني بقى معانا كام سنه كده وفتره طويله يبدا خلاص يعرف. بس احنا صوتنا واحد، صوتكم وشكلكم وكل التفاصيل. صوتنا في تليفون واحد. طيب وقولوا لي، وفي الجامعه بقى لما دخلتوا الجامعه؟ لما دخلنا الجامعه اصحابنا نفس الجامعه ونفس كل حاجه. الحمد لله. اصحابنا واحد كمان، يعني انا وهي اصحابنا نفس الصحاب نفس كل حاجه، كل حياتنا مشتركه مع بعض، ما فيش حاجه بعيده يعني. احنا اولادنا برضو واحد، يعني هم اربعه، يعني ده اثنين وانا اثنين، هم اربعه، مش كل واحد عنده اثنين. ما شاء الله. انتوا ساكنين مع بعض؟ حتى كل حاجه الحمد يعني لله. مع بعض. طب الحمد لله. طب قولوا لي بقى الخطوات اللي عملتوها في الاكل ايه؟ انا دلوقتي هبدا اعمل الصوص بتاع الرز. ماشي. الصوص ده بقشر له بصل كتير، لازم يغمق قوي، وبعدين ببدا انزل عليه بالجزر. بعمل زي شوربه للرز بس انا اللي عاملاها يعني، ودي بنعمل يعني لازم المكسرات تتحمر، ما ينفعش ان احنا نحطها كده. ده لوز متقشر عادي جدا، بتحط في ميه وبنقشره وبنحمره. ساعات بيتباع متقشر صح؟ ساعات بيتباع متقشر. مش متقشر، بتحط في ميه دافيه ويتفرك كده، يتقشر بسهوله يعني. بتحمروه في الزبده. تمام. دوت لحمه الستيك عاديه جدا، هنتبلها بشويه ملح وشويه فلفل، وبعد كده بنعمل لها صوص بالكريمه اللبان، واساسه بقى البيبر صوص اللي هو اساسه الفلفل الاسود الحصى. طب وانتوا الاثنين بتعرفوا تطبخوا يعني انتوا الاثنين؟
احنا اكلنا شبه بعض شويه. يعني مامتكم علمتكم انتوا الاثنين وعرفتوا انتوا الاثنين احنا اتعلمنا بعد الجواز، يعني كان ممكن قبل ما نتجوز ما كناش ندخل المطبخ كتير. بس بعد ما اتجوزنا خلاص بقى لازم ان احنا نتعامل يعني. لازم طبعا. وقولوا لي بقى كل واحده ولادها ايه اسمهم ايه؟ انا عندي ادم وجواريه. كان عندي زين الدين وروين. ما شاء الله، يعني ولدين وبنتين. ما شاء الله. هما بقى دخلتهم نفس المدرسه كمان؟ حد فيكم خلف توأم؟ هبه. خلفت توأم؟ هما ادم وجواريه توينز. ما شاء الله. كنا مبسوطين قوي انها عايزه ان احنا كان نفسنا ان هبه هي اتجوزت الاول. كنت مبسوطه قوي انها جايبه توينز، كان نفسنا. بس بعد كده لقينا الموضوع صعب. الموضوع صعب، يعني هو بالاحساس كده يعني لينا احنا مثلا من بره هي حاجه لذيذه، بس اكيد الام والاب يعني يتعبوا في تربيه. اما جربناه لقينا الموقف صعب قوي. مش هي شالت معايا كتير. كانت هي بقى لسه اتجوزت. فساعدتك معايا كتير. تعيش عندها. تعمل اقامه يعني. طب الحمد لله. لدرجة ان بنتي قالت لها هي ماما في الاول. ما هي كمان هي مش عارفاكم من بعض اكيد وهي صغيره. لا لا بيعرفوا يميزوا. من هم شهور. بيعرفوا؟ من هم شهور. بيعرفوا من بعض. عارفاني وعارفاها. عارفاها، عشان هي دي مامتها وعارفه ان انا حد هي بتحبه. سبحان الله. ان الاطفال يعني يقدروا يعرفوا. قولوا لي بقى على مواقف حصلت لكم بسبب التشابه ده. طبعا صوتنا في التليفون دايما بشتغل جوزها كتير قوي. هي بتحب الحوار ده، انا هاديه شويه. في فرق بقى في شخصيتكم؟ في حاجات مختلفه في الشخصيه. طبيعي طبيعي. اكيد حد بيكون عصبي شويه، حد بيكون هادي شويه. انا اقعد من هبه شويه في المواقف، قرارات والمواقف. اهدى منها شويه. هي بتصرف بعقلها اكتر. طب عايزاكم يعني تحكوا لي مثلا موقف حصل لكم انتوا الاثنين وانتوا بقى اطفال بس ما بتنسوهوش بسبب موضوع انكم توأم، سواء موقف حلو او وحش. موقف حلو او وحش؟ يعني المواقف الحلوه الحمد لله كتير، لان احنا صحابنا واحد وحياتنا واحده، فدي حاجه اصلا في حد ذاتها جميله جدا. ان احنا يبقى لينا حياه واحده. يعني حتى اولادنا دلوقتي احنا يعني هم الاربعه هم اخوات. طب وانتوا صغيرين لما انتوا حياتكم واحده واصحابكم هم وطبعا هي نفس العيله ونفس المدرسه كل حاجه، دي مش حاجه بتزهق؟ لا خالص، بالعكس. فعلا؟ بالعكس. انا ما اعرفش اعمل حياه بعيد عنها. لو اتعرفت على حد جديد لازم هي تبقى اخت معايا. لو هي كده نفس الحكايه، تحاول انها تشركني فيها او تدخلني فيها. ما بنعرفش نعمل حاجه بعيد عن بعض. يعني سبحان الله، يعني حاجة غريبة جدا. هي ميزة. يعني أنا بشوفها إن هي ربنا كرمنا بحاجة ميزة كويسة. هي يعني حياتي أنا حاساها ميزة كويسة جدا. أنتوا ليكوا أخوات تانيين؟ إحنا ست بنات. ست بنات ما شاء الله. أنتوا بس اللي توأم؟ طب وأنتوا علاقتكم بأخواتكم التانيين نفس علاقتكم ببعض؟ طبعا علاقتنا كويسة، بس لا مش زي بعض. مش زي بعض. إحنا فينا حتة مختلفة تماما عن أي توأم أصلا. بتحسوا بإيه بقى؟ بصي، يعني انا ساعه ما خلفت قلت لها انت اغلى منهم. يعني انت اغلى من ولادي. وحسيتها قوي، يعني حسيتها قوي. احنا كمان جوزتنا مقدره الموقف ده. دي حاجه غريبه يعني. مقدرين ده وفاهمين، واولادنا كمان فاهمين ده وعارفين ده كويس جدا. ان انتوا اولويات بعض. بالظبط. ما عمركم بتتخانقوا مع بعض؟ لا مش معقول. استحاله. ده تزعل منها اصلا. ما ينفعش خالص. ولا مره اختلفتوا فزعقتوا لبعض او اتقمصتوا او كده؟ حتى لو حتى زعلنا منا وبين بعض وما ينفعش حد برانا يعرف. محبش ندخل بقى الماما لحد. لا خالص. ولا جوازكم يعرفوا عن حاجه؟ احنا ما نتخانقش. احنا نختلف. ممكن نختلف في حاجه. انما ان احنا نتخانق زي بقيه اثنين اخوات بيتخانقوا عادي. لا ما نتخانقش. قولوا لي طب خطوات الاكل اللي عملتوها ايه؟ احنا بنعمل الرز اهو. بصي، دي شوربه او الصوص بتاع الرز. ده خلاص يعني المفروض يبدا لما يتحمر قوي ويسود قوي ابدا احط عليه الميه، واحط عليه التوابل والصوص الدبلجلاس والبهارات، وبحط عليه ده كله واسيبه لما يغلي في بعضه ويبقى زي الشوربه. اصفيه واستخدمه للرز. يعني انا حتى ده كله انا هصفيه واستخدمه للرز. تمام. بس يعني انا مجهزه حاجه عشان الوقت، فانا هستخدم اللي انا مجهزه. طب ده للرز.
اللحمه بقى شوربه الرز. الخطوات اللي عملنا في هي لازم تستوي الاول. نسيبينها احنا تبلناها تتبيله خفيفه قوي ملح وفلفل وسايبينها تستوي. لما تستوي خالص ونقلبها كده وتاخد اللون البني اللذيذ ونحس انها دخلت في السوى هنعمل لها الصوص بتاعها. تمام. انت دلوقتي هتسقي الرز بقى، يعني الرز ده مش متحط له ميه، بتحط له شوربه الخلطه اللي انت عاملاها دي بالظبط. اللي هو البصل يبقى متكرمل قوي، والجزر نفس الكلام. وبعدين بحط عليه صوص البنجلاس، بحط عليه ماجي، بحط عليه ملح وفلفل وسنه قرفه بس، واسيبه يغلي مع بعض، وباخد اصفيه اخد الشوربه بتاعته واحطها للرز. بس بتدي طعم الرز جميل وبتخليه تبشر شويه. طيب حطيه بقى. بتفهموا بعض طبعا كمان بالنظرات صح؟ اهو اكتر من اي حد زمان طبعا. يعني ممكن نبقى قاعدين في موقف اصلا ومثلا عينينا جايبه الحاجه نفس الحاجه، نبص لبعض يعني ايه بتفهموا بعض على طول بالظبط من غير كلام. ايوه من غير كلام فعلا. طيب يعني وارائكم بتبقى غالبا يعني بما انكم كل البيئه اللي اتربيتوا فيها هي واحدة وتفاصيلها واحدة، فأرائكم متشابهة وحكمنا على الأشخاص متشابه جدا. يعني لو في حد أول مرة نقابله أو كده أنا وهي بنبقى لينا نفس الحكم على الشخص. يعني نفس الإحساس، نفس الإحساس ونفس الحكم على الشخص، لأن ميولنا واحدة. يعني طب هي مثلا بتحب حد كذا، هي دي مش عارفة إيه، ميولنا واحدة في الحاجات دي. طب بما إنكم بتتكلموا يعني بنتكلم عن الإحساس، أنتوا بتحسوا ببعض؟ يعني لو واحدة متضايقة الثانية بتحس؟ طبعا. لا حياتها الثانيه بتقف. ياه. عشان دي متضايقه. عشان دي ما ينفعش اصلا. يعني الفكره هي حياتها هي حياتي وحياتها يعني واحد. احنا عيالنا اصلا دي ميزه وعيب صح؟ مش عارفه انا حاساها نعمه من عند ربنا. يعني انتوا حابين الاحساس ده والجو اللي احنا عايشين فيه ده. دي حقيقه فعلا نعمه من عند ربنا. نعمة. حاجه مش اي حد واخدها. والميزه بقى ان عيالنا كمان حاسينها قوي. يعني انا بالنسبه لهم مش خالتهم، انا مامتهم. وهي نفس الكلام. دي بتبقى احسن حاجه. يعني انا هسقي بقى الرز. يلا لولو تيجي نطلع حطينا كام معلقه كام كوبايه. نطلع فاصل الاول. الاول حطي اسقي الرز عشان نطلع فاصل وبعدين نقدم الاكله بالشكل النهائي. تمام. اسقي الرز. حطينا كام كوبايه رز، هنحط عشان دوت بسمتي كوبايه الرز قدامها كوبايتين شوربه. ماشي. او كوبايه يعني صوص او شوربه او ميه، بس يعني احنا دوت الشوربه بتاعتها هتبقى لذيذه. تمام. لحد بقى ما الرز واللحمه يستووا مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. اوكي. رجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه، وهبه وعلياء خلصتوا الاكل اهو. كده تمام. كده اللحمه استوت، الرز استوى. تمام. اللحمه استوت والرز استوى، هنغرفه برده. بس عملنا صوص كده بره الهواء بسرعه. تقول لنا بقى الطريقه سريعا. شويه دقيق خفيفه جدا عشان بس يتقل، وكريمه لباني، وبنحط طبعا فلفل، ان هو البيبر صوص هو اساسه فلفل. في ناس بتعمله بالديميجلاز، بس احنا يعني ما ينفعش النهارده ان يبقى معانا ديميجلاز. صوص الديميجلاز ايوه بيبقى احسن بصراحه. بس ويتحط على اللحمه وكده خلصت السهله. بيتعمل بره وبعدين بنحطه على اللحمه بس. هي بتاخد طعم الصوص ده، بيبقى طعمها حلو بقى. هو بني كده عشان لون يعني اللحمه هي اللي بتخليه لونه بني. قولوا لي بقى، يعني اكيد اي اتنين حتى لو اخوات حتى لو توأم، حد فيهم شخصيته بتبقى اقوى من التاني. مين بقى فيكم شخصيته اقوى؟ هبه. انا. انتوا عارفين يعني هي مسيطره شويه. هبه مسيطره عن علياء. بس انا مبسوطه، مش حاجه مضايقاني خالص. وانت طبعا مبسوطه. بتسمع كلامي. وانت دي حاجه من وانتوا صغيرين؟ ونحن صغيرين. واحنا اطفال وقابلنا مشاكل كتير. انت ليه بتسمعي كلامها في كده؟ مش عارفه ايه، سواء بابايا او مامتي يعني.
مالكيش دعوه مثلا لو انا عايزه اخد قرار لازم ارجع لها. فكانوا مثلا لا ليه؟ اقول لهم مش هعرف يعني. عايزينك انت تبقى شخصيتك قويه مثلا. فاقول لهم لا مش هعرف امشي في حياتي من غيرها. انت خلاص ارتحتي لكده؟ ارتحتي. حطي الطبق في النص كده عشان الكاميرا تبينه. ويعني انت دي حاجه ريحتك. مش زعلانه؟ لا مش زعلانه خالص، بالعكس مبسوط. دي حاجه كويسه. حد بيحبك وبيخاف عليكي طبعا، فعارفه ان قرارها اكيد هيبقى قرار حب يعني. طبعا. وانت يا هبه حسيتي ان هي ايه يعني، بتبقى عندها حسن نيه زياده فبتحبي انت توجهيها صح؟ بالعكس، هي ممكن تكون اعقل مني كتير في قرارات في حاجات، بس بحس ان دايما ايه ما بنقعد نفكر مع بعض باخد القرار خلاص بتسمع كلامي. هي زي ما قالت بقدر اكيد بقدر عليها شويه كويس. وان هو عشان انت بتبقي بتعمليه بحب فهو بيوصل لها يعني الاحساس. بس احنا كده خلصنا. حط بقى الاطباق في النص كده علشان الكاميرا تبينها. انتوا كده عملتوا لنا رز بالمكسرات، رز بالخلطه، ايوه، وستيك ستيك دي ايه بواف بالبيبر صوص بالفلفل الاسود. جميلة قوي الأكلة، وانتوا الاثنين جمال، وانتوا نورتوني وشرفتوني. انا مبسوطة ان انا كنت معاكي النهارده حبايبي. اهلا بيك ونورتوني. شكرا. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.